الحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيح في كتاب المغازي قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا قتيبة بن، لا قال حدثنا، قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات رضي الله عنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. قال وعن عمي أنه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين من أنفق على من هاجر من أزواجهم رضي الله عنه، وبلغنا أن أبا بصير رضي الله عنه قال: فذكره بطوله. قال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رحمة الله عليهم جميعا أن عبد الله خرج معتمرا في الفتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى نعم الله عليه وسلم، فلبأ أهل بعمرة من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة عام الحديبية نعم صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله عليهم عن ابن عمر أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي حين حالت كفار قريش بينه صلى الله عليه وسلم. قال: وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم في وقال هذا في هذا في هذا الباب نقف عند هذا أو الذي بعده. طيب الذي بعده نقف عنده. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورحمة الله جميعا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بن عبد الله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه على وسلم كفار صلى الله عليه وسلم من البيت، فنحر النبي هداياه نعم صلى الله عليه وسلم وحلق وقصر اصحابه رضي الله عنه، وقال: اشهدكم اني اوجبت عمره. قال: فان خل بيني وبين البيت طفت، وان حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصار ساعه ثم قال: ما ارى شانهما الا واحده، اشهدكم اني قد اوجبت حجه مع عمرتي. قال: فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. نعم لحظة بس ماشي أعتذر لكم. الله أكبر الله أكبر. فهنا عز الإسلام لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خطة الرشد من أجل مقاصد الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أبو جندل وقال لسهيل على هذا، قال: هذا أول ما أقاضيك عليه. فترك وقال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. فلما جاء أبو بصير رده النبي صلى الله عليه وسلم ورده مرة ثانية، ثم بعد ذلك قال: جاء النساء فأرادوا ارجعا، قال: لا، وقرأ عليهم الآيات، وكانت المرأة تأتي فيختبرها النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها لقول الله جل في علاه: فامتحنوهن. وأما حديث ابن عمر في أنه خرج معتبر في الفتنة، وتعلمون ما يحدث بعبد الله الزبير و كان الحجاج في الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل بعمرة عمرة أهل بعمرة عام الحديبية، أهل ومنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت عمرة القضية، أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا وبين البيت، وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاهم خطة الرشد حلق وأهدى، ذبح هديه وحلق وتحلل بأبي وأمي، والصحابة الكرام لما وجدوا أن الأمر على الجزم حلق بعضهم لبعض وتحللوا، فهو قال: أيفعل ذلك؟ سيهدي ويحلق ويتحلل ويرجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي ما أنا قلت لك، كيف لا يحكم بشرع الله؟ أليس النكاح على شرع الله؟ أليس المواريث على شرع الله؟ أليست الصلاة والزكاة والحج من شرع الله؟ ماذا تريد من شرع الله؟ شرع الله في الحدود فقط؟ إذا لن تجد ولي الأمر تقول عنه ولي الأمر، حتى مرسي لن تقول له ذلك. هل هو حكم حدا واحدا من حدود الله جل في علاه؟ افهموا المسألة على وجهها الصحيح، حتى يكون في عدل في النظر وعدل أيضا في القضاء، بحيث نحن نفوز، نريد النجاة لنا جميعا. رضي الله عنك أمال، أحسن الله لك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، جزاكم الله كل خير، نسأل الله لي ولك الحرص على الخير، اللهم أمين. فابن عمر هنا قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة.
سأذبح هدي وأقلد هدي وأشعره وأذبحه وأهدي للبيت وأحلق شعري وأرجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال ذلك: حلق فوق قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه، نعم، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجع أهدي إلى البيت ويعني أصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأحلق ويكون بعد ذلك في هذا أن يرجع. طيب نقف عند هذا وإن شاء الله الفوائد المستنبطة تكون بعد ما يأتي في هذا الباب. شوف أحمد أبو رقية أتى بحديث نحتاجه رضي الله عنك أحمد، قال: سيأتي عليكم زمان يتكلم صفاف الحكماء، فإذا أتوكم من بالدين، فإذا كان الذي بين يدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا، وإلا فهواه غلب عليه وتزندق فهو عندي من حزب الشيطان. وختم عليه بتصحيح الألباني وأحمد شاكر من جبلين عظيمين: يا رب علمنا، يا رب، يا رب علمنا وعلم إخواننا يا رب، والله ليس في صدري لأحد شيء ولا خصومة بيني وبين أحد، وأسأل ربي أن يعلمنا ويعلم إخواني وأن يجعلنا نصير على الهدى لا على الهوى. نبي من الأنبياء خشي الفتنة، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا رب، يا رب ابعدنا عن كل هوى يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يسلمون لك. نعم، شوف 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 هذا الحديث من الأهمية مكان، يعني لما قال: يستمع لكم وراء فتعلمون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فرسول الله: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا لا، ما صلوا أهو صلوا، حكموا بكتاب الله ما حكموش. أي من ما ما أي من كره بقلبه أنكر بقلبه، في رواية بنحو ذلك قال أنه: فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وفي رواية مثله قال: إلا من تبع ورضي وتابع. أصلا قال تنكرون، يعني قال لما قال على ولاة الأمور، قال: يتولى أموركم أناس، يعني قال فيهم تعرفون وتنكرون، قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. في أكثر من ذلك، في أكثر من ذلك ظهورا في هذا الباب: يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي، ومع ذلك قال عليكم السلام والطاعة: أفلا نلبزهم بسيف، أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما صلوا لما أقاموا الصلاة. يا جماعة اجعلوا الهدى دون الهوى، يا جماعة اسمع اجعلوا النصوص تجركم. المسألة بأسرها كل اللي بتكلم إعلامي هنا وإعلامي هنا ومثقفين لا علم لهم ولا تقعيد ولا تأصيل، وبعضهم يتكلم ببعض الفروع التي تعلمها ولا 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 يتقن بابا من أبواب العقيدة. يا جماعة والله ما أردت إلا هدايتكم، ما أردت إلا إنقاذكم، ما أردت إلا أن تروا السبيل الصحيح. ومن عنده علم يقول هذا ليس السبيل الصحيح، يرجع ويطلع لنا بعلم وبأدب ونحن نسمع له ونطيع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.